طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية الإمام الكاظم فرع النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدرس المساعد زينب مصطفى لمادة الانترفيس. المحاضرة اليوم راح نتكلم عن البارلل سنترونيك بورت انترفيس. ذني هذه شنو؟ راح نفصلها، المحاضرة سهلة إن شاء الله راح تكون لحضراتكم. أول شي ناخذ فد مقدمة. درسنا بالمحاضرات السابقة السنترونيك والآر اس 232، درسناها لأني مجرد أنه كيبلز أقدر أوصلها من الكمبيوترز إلى مولتي ديفايسز، أني أقدر أستفاد من عدها. Originally, these ports were designed for specific applications. هذه الports أو هذه الكيبلز اللي أقدر أرسل بينها بيانات من الحاسوب إلى أجهزة أخرى، وبالعكس أقدر أستخدمها. عندنا نوعين إلها، السنترونيك ports نقدر أنه نوصل الحاسبة نربطها مع الطابعة. ال RS 232 انه اربط الحاسبة اقدر بطابعات او بمودمز او بمايس، مايس اللي هي الماوس العادي اللي احنا نستخدمه جمعها مايس، والجويستيكس. مجرد بس نربط هالكيبل هذا بالحاسبة مباشرة اني اقدر استخدم الجهاز اللي انا اريده. طبعا ذني السنترونيك والار اس 232 هي parallel ports مثل ما ذكرنا وتكلمنا عليها سابقا. They can also be used for other interfacing applications، نقدر نستخدمها بالتعشيق مع applications اخرى، تطبيقات اخرى، و peripheral devices اجهزة خارجية. راح أقدر designed for these ports not only provide the easiest way of connection to computers but also offer a universal hardware solution for all computers. يقول هنا هي ما تسوي لي مجرد اتصال بالكمبيوتر، وإنما أنه هي حل لكل الكمبيوترات، أنه أنا أقدر أربط أي جهاز بأي كمبيوتر أني عندي. Therefore, لهذا السبب it would be very useful، إنه راح يصير كلش مناسب للاستخدام، to understand إنه كلش مناسب إلي وكلش مفيد إلي إنه أفتهم كل port وشنو محتوياته وشون أقدر أستخدمه. أول ما نجي للسنترونيك port، السنترونيك بورت كتعريفه نقدر نقول عليه انه نطلق اسم عليه اللي هو البرينتر بورت لانه قلنا يستخدم للطابعات، او البارالل بورت ايضا اللي بارالل بورت ذكرنا شنو معنات بارالل بورت واخذنا المقابل الها السيريال بورت وافتهمنا الابليكيشنز الها الادفانتج والديس ادفانتج الها في المحاضرات السابقة. إذن نقدر نقول تعريف إلها للسنترونيك port is an industrial standard interface designed for connecting printers to a computers مثل ما ذكرنا قبل شوية. بكل كمبيوتر لازم موجود أقل شيء one port منصب على الكمبيوتر اللي أنا دا أستخدمه. نقول نقدر نضيف انه بعد ايضا بعد سنترونيك بورت، وهالشي هذا ما راح يكون انه ما راح يكون غالي بالنسبة الي، فاقدر اضيف تقريبا اربع فور بورتس اقدر اضيف عليها، اقدر اسميهن اللي هي LPT1 الى LPT4. طبعا الدستانس المسافة بين كل وحدة بين جهاز وجهاز أقل شيء لازم يكون، العفو أكثر شيء لازم يكون 5 متر، تساوي 5 متر أو أقل من 5 متر. Port connectors pin configuration،
هنا أنا راح نشوف شنو اللي أني بأطراف هذا البورت، شنو اللي عندي. البورت على مود نكنكه، الطرف الأول اللي بيه يختلف عن الطرف الثاني. الطرف الأول اللي هو يرتبط بالكمبيوتر إلى 25 بن من نوع دي تايب فيميل كونكترز، كما موضح بهذا الشكل اللي هو 1.1A اللي هو هذا من نوع فيميل. طبعا درسناها بالمحاضرة السابقة وعرفنا كل بين إلى شنو يشتغل وطلعنا عليها. وبالمقابل دا يقول إنه الطرف الثاني لهذا البورت اللي هو أيضا من نوع 36 فيميل سنترونيك تايب كونكترز اللي أيضا واضح بهذا الشكل. هذا الطرف اللي أنا راح يربط عندي بالبرينتر. لكل طرف هسه، لكل بن من هذني البنات اللي عندي، انه معرف لياها كل وحدة والفنكشن لها كل وحدة ووظيفتها شنو اني هنا تكون عندي الوظيفة اللي تسوي لياها. ايضا نقدر نطلع عليها كل ما نطلع اكثر عليها كل ما راح تكون ان شاء الله بسيطة، لانه دن نعرف انه هذه شنو شغلها. كل بن قلنا عليهن، لخصناهن بالمحاضرات السابقة، قلنا من هالقد من هذا الرقم بن الى هذا الرقم هي تودي لها وظيفة معينة، كتكون لنقل البيانات او كتكون ground، كتكون انه فد feedback، ترجع لي معلومات انه عن الطابعة، انه إن كانت بيزي الطابعة أو مخلصة ورق أو شو فد إرار صاير معين بها إلى آخره. القسم الآخر من المحاضرة على مود نفتهم البورت والتصميم الداخلي إله أو تركيب الداخلي إله، هذا الموضوع اللي هو internal hardware organization. The circuit of the generic Centronic port inside the PC. هسه هنا داخل السنترونيك بورت بداخل الحاسبة من شنو يتركب؟ واضح بالفيجر 1.3 اللي هو هذا الفيجر 1.3. يقول يحتوي على 8 bit data is lodged into IC1 by writing to a port having an address. هنا أنا عندي هذا الداتا باس رح يجي يدخل لل IC1 عن طريق مجموعة من البنز، رح يكتب البيانات بها. واضحة؟ هاي الأوبريشن رح تصير تحت سيطرة ال write data. ال write data، شوفوا هنا أنا إذا ننزل لي جوا راح يقول عليها write data write to base address plus zero. نانا دائما plus zero راح يرمز لها انه هذه لل write قصده لل data. ال output لل IC1 راح تصير هي راح تمثل لي ال data group من في صفر pin 0 الى pin 7. إذا أريد أقرأها بنفس البورت، إذا أريد أقرأ البيانات راح أشتغل على نفس الأدرس بالـ IC2. هنا الـ IC2 راح تصير مسيطرة تحت الـ read data اللي السيطر عليها. من نقرأ البيانات زين بالـ when reading data the output from IC1 must be in high impedance state. من نقرأ البيانات اللي هي بال IC2 الاوتبوت راح تصير لل IC1 راح تصير بمقاومة عالية او ممانعة عالية، معناتها انه ماكو اشارة كهربائية، معناتها هذه كلها زيرو، كلها مطفية. من صارت كلها مطفية راح يصير هنا عندي الاوتبوت انيبل المفروض انه يشتغل الـ output enable to achieve by making pin 1 output enable
is high. بما انه output هو output ف high خلينا لها bubble على مود انه تشتغل بالعكس، تبين لي انه هذه صفر اذا هذه واحد output على مود اقدر اقرا ال IC2. ال IC3 عندنا تدخل لها ست مدخلات عن طريق البيس ادرس، هذه البيس ادرس بلس 2، هاي هي العملية تصير تحت سيطرة الرايت كنترول، بما انه بلس 2 اذا معناتها للكنترول. الاوتبوت الها راح تصير عبارة عن الكنترول جروب، الاوتبوت هذه من صفر من بت صفر الى بت ثلاثة راح تصير هذه اللي تسيطر على كل العمليات، مربوطة الى فولتية 5 فولت ومقاومات كل مقاومة عبارة عن 4.7 كيلو اوم ريزيستر، وبتكون منفية هذه الخطوط بانفيرتر اللي هي الاي سي 6 والاي سي 7. نقدر نقرأ هذه البيانات نقدر نقرأها عن طريق الاي سي 4، راح تدخل للاي سي 4A تحت سيطرة الريد كنترول. زين هسه البيت 4 بقالي هنا راح يكون بيت 4 of the control byte enables the interrupt، يعني هذا هنا البيت 4 راح يكون انه يبين لي اذا كان عندي صار فد interrupt معين، والبيت 5 شوفوا هنا مربوط الى الاوتبوت انيبل للاي سي 1. زين هسه نجي للاي سي 4 بي، شعدها لها خمس لاينات، كل لاين هذه راح تطلع لي الستيتس جروب، راح تشتغل تحت سيطرة الريد ستيتس اللي هي هذه. من صارت الريد ستيتس معناتها الادرس بيس بوينت واحد بلس وان، الستيتس بوينت وان والداتا بوينت بلس زيرو وعندي الكنترول بلس تو، انا اعرفهن انه هذه داتا هذه للحالة وهذه للسيطرة. زين الادرس اسوشيتد هو قلنا عليه بلس 1 للريد ستيتس، ايضا مربوطه الى فولتيه 5 فولت ومقاومات 4.7 كيلو اوم، وواحد من اللاينات هو انفرتد بالاي سي 7. هسه هنا شو نقول بعد؟ عندنا بعد ملاحظات، ايش دا يقول لي؟ اذا كان هنا ها الاي سي 1 الاوتبوت انيبل له، اذا كان دائما مربوط للجراوند معناتها هذا البورت راح يشتغل يوني دايركشن يوني دايركشنال فيرجن اوف ذا سنترونيك بورت. من اذا اريد نشغل الاي بي ام حولته الى باي دايركشنال يعني يشتغل باتجاهين يقرا و يدخل بيانات، معناتها انه هذا الاوتبوت انيبل راح يربطه للاي سي 3 مثل ما موضح بالشكل على مود يشتغل باي دايركشنال. الداتا جروب ايش قد تصرف، ايش قد سعتها، او ايش قد التيار اللي تسحبه؟ تسحب تقريبا 2.6 ملي امبير، والفولتية اللي تشتغل بيها هي من 2.6 إلى 5 فولت، والفولتية اللي كلش يعني انه اللي تهبطها هي 24 ملي أمبير، أكثر تيار اللي تسحبه 24 ملي أمبير. الكنترول جروب راح تستخدم تيار أقل اللي هو كقيمة إلى 10 مايكرو أمبير and sink 8 ملي أمبير.
عندنا بعد بقعة ملاحظة أخيرة وهي جدا مهمة. يقول the rate آخر هذا السطر. The rate of the data transfer from the Centronic port is greater than 1 megabyte per second. إذن كمية الداتا اللي أنا أريد أنقلها هي 1 megabyte per second. الجروبز المجموعات اللي قبل شوية ذكرناهن اللي هي Data Control and Status. هنا راح نعرف وحدة وحدة زين ونشوفها شلون تشتغل من الكمبيوتر إلى الجهاز أو بالعكس وشنو وظيفة كل جروب من عندها. بهذا الشكل 1-4 موضح لي إنه هذا البورت وكل بت إلى شنو معناها وشنو الوظيفة اللي أديها. نجي لأول شيء اللي هي الداتا جروب. الداتا جروب شو تسوي؟ good this sends data from PC to the external device. معناتها انه ترسل البيانات من الحاسوب الى الجهاز الخارجي. تحتوي على 8 output lines وهذا الجروب مربوط ب 8 بت سي بي يو بورت. الادرس اللي اله اللي هو البيس ادرس بلس 0 مثل ما انا هنا موضحت لكم اياه ما مكتوب بالمحاضره بلس 0 وذكرناها سابقا. الكنترول باص هاي شغلتها انه تسيطر على العمليه اللي يقوم بها الجهاز الخارجي. شبيها بيها تتكون من اربع لاينز من اربع خطوط اللي هي الستراب وال LFCR SLIN and Initialize. كل وحدة تأدي لي من عدها وظيفة معينة. هذا الجروب اللي هو Control Group يتحكم به هو CPU. الادرس اللي إله هو Base Address Plus 2. كل اللاينات هو عدة أربع لاينز كلهن راح يكونن inverted ما عدا الانيشاليز ما راح يكون inverted. نفس البيانات اللي تظهر عنده نفسها يظهرها بدون ما يقلبها. الستاتس جروب شنو شغلته؟ شغلته انه يبين الحالة الحالية للاكسترنال ديفايس للجهاز الخارجي. معناتها شو يسوي؟ ينقل المعلومات من الجهاز الخارجي الى الحاسوب. مثلا ما عنده ورق، فرضا الجهاز ما عنده ورق، راح ينطف ايعاز للحاسوب يقول له انه اني ما عندي ورق. يقول له ينطفت بن معين انه اني ما عندي ورق، فتضطر انه الحاسوب يوقف العمليات كليتها. هاي واحدة من الأمثلة. إلى 5 خطوط اللي هي الـ Error, SLCT, والـ PE, ACK, and Busy. اللي يتحكم به أيضاً هو الـ CPU Port. والأدرس اللي يستخدمه هو الـ Base Address Plus 1. الـ Busy Line is inverted and the other 4 lines are not. خط البيزي راح يكون مقلوب والبقية الخطوط راح تظل تشتغل عادي. هذا التابل 1-1 راح يبين لي انه كل بين كل بيت من الداتا جروب والكنترول جروب شلون يشتغل. مثلا بالصفر شنو يسوي لي وبالواحد شنو يسوي. بما انه احنا كلنا نشتغل بالباينري ديجيت بعد او بالباينري سيستم، فاني عندي 0-1 اذا اجت 0 معناتها يسوي العمليه الفلانيه، اذا اجى له 1 يسوي العمليه المعاكسه لنفس البن. ال LPT Base Address. LPT اللي قلنا عليها انه انا اقدر اضيفها من LPT 1 الى LPT
فور أنا أقدر أضيفها. شو نعرف الأدرس إلها؟ عن طريقين، يا إما تركيب الكمبيوتر أنا أشوفه، أو طريقة مباشرة أنه أشوف نظام الكمبيوتر by the computer's base input output system. أنا أشوف شنو المواقع اللي ماخذتها ال LPT بالحاسبة وأنا أقدر أشتغل عليها. إن شاء الله تكون المحاضرة مفهومة من قبلكم. أي ملاحظات عندكم أريد تذكروا ليها بالجوجل كلاس روم أو عن طريق التليجرام اللي عندكم، التليجرام الشخصي اللي عندكم أنا مطيتكم إياه عن طريق أحد زملائكم أو ممثلكم ممثل المرحلة. مع السلامة.